كنيسة القديسين ماري مرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء، أسرة العذراء وماري مرقس للعقيدة، تحت إشراف الأستاذ حلم الأمس يعقوب وإعداد دكتور إيهاب ناجي، تقدم التثليث والتوحيد الجزء الخامس. والجزء الخامس هنتكلم فيه عن علاقة الأقانيم معا. في الجزء ده هنتكلم عن أربع أشياء. أول شيء هو وحدة الجوهر، ثانيا هنتكلم عن الخواص الأقنومية، ثالثا هنتكلم عن الإرسال، ورابعا هنتكلم عن التخاطب. أولا وحدة الجوهر. الآب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم لهم نفس الجوهر الإلهي. وقلنا قبل كده أن الأقانيم ليست أجزاء ولا أقسام في الجوهر الإلهي. الأقانيم الثلاثة لهم نفس الجوهر الإلهي، أي لهم نفس الكيان الإلهي، نفس الطبيعة الإلهية، يعني نفس اللاهوت. وشرحنا قبل كده وقلنا أن الآب هو كل اللاهوت مع خاصية الأبوة، والابن هو كل اللاهوت مع خاصية البنوة، وروح القدس هو كل اللاهوت مع خاصية الانبثاق. وفي مثال مشهور جدا هو مثال الشمس. كل الأمثلة اللي بنقولها هي تشبيه مع الفارق. قرص الشمس الذي لن يستطيع أي كائن أن يقترب منه هو مثل الآب الذي قال لموسى في خروج 33:20: الإنسان لا يراني ويعيش. النور المتولد من قرص الشمس هو مثل الابن، والحرارة المنبعثة منه هي مثل الروح القدس المنبثق أو المنبعث من الآب. يبقى احنا فهمنا ان الثلاث أقانيم ليهم نفس الجوهر الإلهي، هناك وحدة في الجوهر الإلهي، لا يوجد انقسام في الجوهر الإلهي، فالجوهر الإلهي واحد، أي لاهوت واحد، لكن مع اختلاف الخواص الأقنومية. وده هياخدنا للشيء الثاني اللي هنتكلم عليه النهاردة، وهو الخواص الأقنومية. في الخواص الأقنومية هنتكلم على ثلاث نقاط مهمة. أول نقطة فيهم: ينفرد كل أقنوم بصفته الأقنومية، يعني الآب والد وباثق، والد الابن وباثق الروح القدس. الابن مولود من الآب، وروح القدس منبثق من الآب. تاني نقطة: أن لكل أقنوم ما للأقنومين الآخرين من صفات، ألقاب وكمالات إلهية باستثناء الخواص الأقنومي. قال ماريغوريوس أبو الفرج العبري أن كل ما للآب هو للابن والروح القدس ما عدا الأبوة، وكل ما للابن هو للآب والروح القدس ما عدا البنوة، وكل ما للروح القدس هو للآب وللابن ما عدا الانبثاق. ثالث خاصية من الخواص الأقنومية هي أن الخواص الأقنومية ثابتة. الآب سيظل دائما وأبدا أبا ولن يتحول إلى ابن، والابن سيظل دائما وأبدا ابنا ولن يتحول إلى آب، وكذلك الروح القدس. فالخواص الأقنومية ثابتة. ثالث نقطة هنتكلم عليها النهاردة هي الإرسال. الآب أرسل الابن، مكتوب في يوحنا 3:17: لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الابن أرسل الروح القدس، مكتوب في يوحنا 15:26: متى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم. إذن الآب أرسل الابن، والابن أرسل الروح القدس. تاني نقطة هنتكلم عليها هي أن الإرسال لا يعني أن هناك فرقا في الكرامة. البابا يرسل الأسقف، والأسقف يرسل الكاهن، والكاهن يرسل الشماس، الملك يرسل الوزير، والوزير يرسل المدير، والمدير يرسل الغفير. ده على مستوى البشر. ليست هكذا العلاقة بين الأقانيم، فالجميع متساوون في كل شيء. طب إيه هي الأدلة على ذلك؟
الأدلة على المساواة في المجد في يوحنا 17:1: مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. المساواة في القدرة يوحنا 5:19: مهما عمل ذاك أي الآب فهذا يعمله الابن كذلك. المساواة في الكرامة في يوحنا 5:23: لكي يكرموا الجميع الابن كما يكرمون الآب. إذن هناك مساواة في كل شيء، في المجد وفي القدرة وفي الكرامة. فالإرسال لا يعني أن هناك فرقا في الكرامة. ثالث نقطة هنتكلم عليها هي أن الإرسال لا يعني الانفصال. في مثال معروف جدا، الإنسان لما بيبقى عنده فكرة في دماغه ويكتبها، الفكرة دي ما بتنفصلش عن عقله. السيد المسيح قال في يوحنا 14:10-11: أنا في الآب والآب فيا، صدقوني إني في الآب والآب فيا. هناخد مثال، لو إن عالم فكر واخترع جهاز جديد وسجل الاختراع ده في كتاب وبعت الكتاب ده لأقاصي الأرض في كل حتة في العالم وتم تنفيذ اختراعه وتحول إلى واقع، فهل فكرة الجهاز خرجت من عقل المخترع وما رجعتلوش تاني؟ بالطبع لا، الفكرة خرجت من عقله وما زالت في عقله. هكذا عندما أرسل الآب الابن إلى أرضنا متجسدا فإن الابن لم ينفصل عنه. يوحنا 1:18 بيقول: الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب. رابع شيء هنتكلم عليه النهاردة هو التخاطب. سمعنا صوت الابن وأيضا سمعنا صوت الآب. في لوقا 10:21: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض. في متى 26:39: يا أبتاه إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس. في لوقا 23:34: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. في يوحنا 12:28: أيها الآب مجد اسمك، فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا. وبكده نكون خلصنا كلامنا في الجزء الخامس عن علاقة الأقانيم معا. احنا كلمنا في الجزء ده على 4 أشياء: اتكلمنا عن وحدة الجوهر، عن الخواص الأقنومية، عن الإرسال، وعن التخاطب. بنعمة ربنا هنتقابل في الجزء السادس وهنتكلم عن أقنوم الآب. إلى أن نلتقي ورب يبارك حياتك.